نلقي نظرة على بعض من النيوترينز اللي في الوقت الحالي. هنالك الأوبن سورس، أنه تكون المصادر مفتوحة بالنسبة لتصميم البلاتفورم، الالتقاء بين الخدمتين الIS and the PaaS باعتبارهم كستاند ألون، أنه التكامل بين الذكاء الاصطناعي والإنترنت أوف ثينج. من الممكن أيضا أن الأوبريتنج سيستم goes to the cloud، ممكن يصير عندنا داخل هذه السحابة. The trusted والهاردند والشيلدد راح تكون طبعا هذه الفيرتشوال ماشين عبارة عن محمية ومنفصلة ومعزولة. الأستاذ الدكتور ضحى بشير عبد الله. هذه هي جامعة الموصل بعد أن انقشعت الغمامة التي حلت بها ومدينة الموصل على مدى السنوات الثلاث الماضية تعود لممارسة نشاطاتها. في الأمس كنا نحتفل بالعيد 51 لتأسيس الجامعة، واليوم تزاول الجامعة نشاطها اليومي المعتاد من خلال الدراسات والندوات والمؤتمرات التي تعقدها وكافة النشاطات الأدبية والعلمية. اليوم نحن في كلية علوم الحاسوب والرياضيات، وهي تقيم ندوتها عن الحوسبة السحابية التي تعتبر ثورة اليوم في الانفورميشن تكنولوجي، في تقنية المعلومات على المستوى العالمي. فنتمنى لهذه الكلية كل التوفيق ولندوتهم النجاح. شكرا جزيلا. تزامنا مع احتفالات الجامعة بالذكرى 51 لتأسيسها، تقيم يقوم قسم الحاسوب في كلية علوم الحاسوب والرياضيات ندوة عن الحوسبة السحابية، وهذا يعتبر ثورة في علم الحاسوب، ويحاول القسم إدخال هذا المفهوم إلى القسم، إلى الكلية وإلى الجامعة. وبهذا الخصوص فقد أنجز القسم مطروحة ماجستير بهذا التخصص، والآن لدينا أيضا مطروحة دكتوراه، نعمل تطبيق هذا المفهوم على جميع الوحدات الجامعة. وشكرا جزيلا. قسم علوم الحاسبات في هذا اليوم الجميل اللي يتناسب مع أعياد جامعة الموصل وذكرى 51 لافتتاحها أو إنشائها، يقيم ندوة علمية تحت عنوان حوسبة السحابية، ويشارك في هذا في هذه الندوة مجموعة من الأساتذة في قسم علوم الحاسبات وفي هذه الذكرى اللي هي ذكرى العزيزة على قلوبنا، نتمنى أن تنهض الجامعة من جديد. وفعلا كان يوم أمس وقبل الأسبوع الماضي كان هناك مؤتمر في جامعة البصرة، هذا المؤتمر أقامته جمعية الخوارزمي للحاسبات والرياضيات، وكان حضور جامعة الموصل فيها متميز، حيث كان هناك 22 بحث في مجال علوم الحاسبات، قدمت جامعة الموصل فقط 14 بحثا من مجموع هاي الـ 22، مما أثار دهشة وانتباه كافة الحضور كيف الموصل أن تنهض من جديد، وجامعة الموصل أن تبني نفسها من جديد لإعادة هذا الصرح العملاق الذي يفخر فيه كل العراقيين ونفخر به جميعا نحن أهل الموصل. كلية علوم الحاسبات والرياضيات قسم علوم الحاسبات يقيم ندوة علمية تحت عنوان بين واقع ملموس وأفق محسوس تتألق الحوسبة السحابية. الندوة هذه عبارة عن اطلاع أو إطلاع الأكاديميين اللي موجودين في السلك التعليمي على أحدث التقنيات اللي مستخدمة حاليا في مجال الحوسبة السحابية أو الكلاود كومبيوتينج. خلال الندوة راح يتم عرض مجموعة من التقنيات المستخدمة خصوصا بالجامعات أو الدول المتقدمة في خارج العراق.